قيل للإمام أحمد: ما هو التوكل؟ قال: قطع القلب عن الخلق. قال: لأي شيء تذهب لذلك؟ قال: إن إبراهيم لما رمي في المنجنيق جاء إليه الملك، قال: ألك إلي حاجة؟ وهو في الهواء، وبينه وبين النار لحظات. قال: إليك؟ قال: نعم. قال: لا. قال: أما إلى الله فنعم. حطوا لي الخطاب للنار: كوني برد وسلام. ليش برد وسلام؟ لأن البرد يؤذي، فأراد الله أن يكون هذا المكان باردا من غير إذاء عليه. الكون كله قانونه يختلف. طيب عشان مين؟ عشان قلب كان يحمله صدر خليل الله عز وجل. بس عشان قلب واحد كان يحمله صدر خليل الله عز وجل. حتى قال ابن كثير: بقي في النار قرابة 30 ليلة، جعل الله المكان الذي حوله أخضر وما بعده نار، فقومه لا يصلون إليه وهو لا يصل إلى قومه. لما وقف ونظر إليه بعد أن رآه سالما من هذه النار التي تأكل الأخضر واليابس، قال: يا إبراهيم. قال: نعم. قال: نعم الرب ربك. بس هذه القضية.